أهلا بكم. في هذا الفيديو راح نشرح طريقة مهمة جدا في التصاميم، واللي هي طريقة التصميم بواسطة الإيمج ماستر. الإيمج ماستر هي إحدى طرق التصميم التي تعتمد كليا على الصورة مع القليل من النصوص والأيقونات. تتم هذه الطريقة من خلال البحث عن صورة احترافية تحمل مواصفات خاصة، حيث أن هذه المواصفات هي: أولاً، أن تكون الصورة ذات جودة عالية ولا تحتوي على حقوق نشر. ثانياً، أن تكون الصورة دالة ومعبرة عن موضوع التصميم. ثالثاً، أن تحتوي على مساحات فارغة لغرض وضع النصوص في التصميم. رابعاً، أن تحتوي على تباين ألوان كافي للفصل بين مكونات التصميم. طريقة تحميل الصورة المستخدمة في التصميم: أولاً، موقع جوجل. بإمكاننا البحث في العربية أو الإنجليزية عن موضوع الصورة المطلوبة، ويفضل البحث في الإنجليزية. كمثال سنبحث عن البرمجة وراح نكتب في شريط البحث Program. بعد ظهور مجموعة من الصور نذهب إلى خيار إعدادات ثم الحجم، ونختار الصور ذات الدقة العالية. بعد ذلك نختار الصورة المناسبة والتي تنطبق مع المواصفات التي تم بيانها سابقا. ثانياً، موقع فريبيك. بعد الذهاب إلى موقع فريبيك، من الشريط العلوي نختار فوتو، ثم من شريط التصفية في اليسار نحدد الخيار فري لعرض جميع الصور المجانية، ثم نبحث في شريط البحث عن الصورة المطلوبة، ثم نقوم باختيار الصورة وتحميلها بشكل مباشر. بعد تحميل الصورة المناسبة نفتح برنامج فوتوشوب، ثم نحدد المقاس المطلوب. وطبعا طريقة تحديد المقاس المطلوب يتم من خلال قواعد معينة، تم بيان هذه القواعد من خلال فيديو خاص، بإمكانكم مشاهدة هذا الفيديو في صندوق الوصف. بعد إنشاء مساحة العمل ندرج الصورة إلى مساحة العمل، ثم نقوم بإدراج نص التصميم وحسب القواعد الخاصة بإدراج النصوص بالتصميم، حيث تم بيان هذه القواعد من خلال فيديو خاص، بإمكانكم مشاهدة هذا الفيديو في صندوق الوصف.